واحد من أهم كتاب الدراما في التاريخ، علوم إنسانية بقى اللي درسناها يعني، واحد من أهم كتاب الدراما في التاريخ كاتب اسمه سوفوكليس، يوناني قديم يعني، راجل قديم قوي. الراجل ده حضرات كتب أهم مسرحيات في تاريخ المسرح. ده عاش قبل المسيح ب400 سنة، قبل ميلاد المسيح عليه السلام ب400 سنة، وكتب مسرحيات 120 مسرحية ما وصلناش منهم غير 3-4 مسرحيات، منهم أنتيجون ومنهم أوديب ملكا. الراجل ده يا حضرات بيقول له بيت كده بيقول فيه: إذا دخلت بيت الطاغية أصبحت عبده حتى وإن جئته حرا. ركز بقى في الكلام، ما تعملش زي الجعر اللي مش فاهم حاجة. إذا دخلت بيت الطاغية أصبحت عبده حتى وإن جئته حرا. وسوفوكليس ما يقصدش البيت يعني الدوار، أو بلغة إخواننا في ليبيا يعني الحوش، أو بلغة بعض الناس يعني الشقة. لا، هو يقصد إذا بقيت في معية الطاغية بشكل عام ما عادش ليك رأي، أصبحت عبد عنده، تنفذ بالظبط اللي هو عايزه دون مناقشة. ويمكن في مسرحية أنتيجون، أنتيجون عايزة تدفن جثة وكرايون الملك شايفه خاين، وهي عايزة تطيع الحق الإلهي في الدفن، وهو عايزها تطيع أوامره. مشهد مهم قوي في مسرحية أنتيجون، يعني بتوضح قد إيه الطاغية بيصر على رأيه حتى لو رأيه ده معارض للشريعة، للحق، للدين، بس هو ده رأيه. فإذا دخلت بيت طاغية أصبحت عبده حتى وإن جئته حرا. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ عشان أي حد هيشتغل مع الجعر هيبقى عبد. وكلنا كده ورا الشاشة نردد مع بعض: الحمد لله يعني الذي عافانا مما ابتلى به الأرض، وينسى أي حاجة في الدنيا. العلوم الإنسانية علمتنا كده. شوف حلاوة العلوم الإنسانية إزاي. إيه بقى قصة العلوم الإنسانية؟ خلينا نبدأ معاكم. أهلا يا عم أينشتاين، إزاي الصحة؟ إيه علاقة أينشتاين بحلقة النهاردة؟ وإيه علاقة الراجل ده ابن خلدون؟ وإيه علاقة البرشمجية الثلاثة دول؟ أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان زمان في برنامج شهير على الإذاعة المصرية اسمه قل ولا تقل، وفي البرنامج ده كان بيصحح لنا كتير من الكلمات العربي اللي احنا إما بنقولها غلط أو بننطقها غلط. كان بيحاول يصحح الناس لغتهم العربية والمعاني الصحيحة من المعاني المغلوطة. أنا النهاردة يا حضرات طبعا مع الفارق، الأساتذة اللي قدموا برنامج قل ولا تقل دول أساتذة ولحم دماغنا من خيرهم، إنما خلونا نتقمص شخصية مذيع البرنامج ده ونقول لكم قل ولا تقل. وخلينا نبدأ بالأهم، وتذكر معي جملة الأديب العظيم سوفوكليس: إذا دخلت بيت الطاغية صرت عبده حتى وإن جئته حرا. قل جمهورية الجهل ولا تقل جمهورية جديدة. المشكلة مع عبد الفتاح خليل سعيد حسين السيسي الشهير بالجعر هي إنه جاهل متمكن من رقاب الناس، لمجرد بس إنه يمسك الحديدة ويخبط التصريح وتبدأ الحكومة عبده بقى، عبيده بقى يشتغلوا، وتبدأ تنفذ الكونسبت أو المفهوم أو الطريقة. في حد ذاتها دي تخليك تعارض القرار بكل طاقتك، لكن العبيد بتنفذ. يضيف لها إن الشخص اللي بيخبط التصريح ده اعترف بنفسه إنه كل قراراته بدون علم ولا دراسة ولا أي جدوى. يضاف كمان مع خلطة زي دي إن الشخص اللي بيخبط التصريح ده في الحديدة اعترف إنه لبس البلد في الحيطة أكتر من مرة. هو اللي اعترف إن مدينة الأساس كانت غلط، 1.5 مليون فدان كانوا غلط، وقال لك اكتشفنا ان الدراسات مش صح. حط كمان معلقتين الخبرة
اللي كشفوا فشل قرارات تانية زي تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية اللي بهدلوا اقتصاد البلد وسفكوا دماء الجنيه المصري. علشان كده يا حضرات، ولأجل هذه الأسباب وغيرها، نحن نعيش في خطر حقيقي، خطر حقيقي فعلا. شوف، الواحد بيحاول يعوض النقص اللي عنده باستكماله بأشياء أخرى. فمثلا تلاقي البنت الوحشة تمشي مع حلوات، تلاقي الواحد اللي تعليمه نص نص يمشي مع ناس تعلمت كويس، تلاقي الواحد اللي مش أصله ضارب في البشوية يمشي مع ناس ذوات أصل، تلاقي الواحد اللي هو حياته كلها عسكرية يمشي مع ناس موهوبة عندها موهبة ما، فبتعوض لأن كلنا عندنا نواقص. إنما المشكلة بقى في الجعر إنه خطر جهل مسيطر. أي أم عايزة تتقدم لازم يكون التعليم فيها نمبر وان أو رقم واحد، لازم العلم يبقى أساس كل القرارات الكبيرة. أم عايزة تقدم لازم تدرس تاريخها وماضيها، لأنه التاريخ زي ما قلت لك يا حضرات، التاريخ مش متى وقعت الحملة الفرنسية على مصر، مش أسباب الحملة الفرنسية على مصر، التاريخ. وقلنا لكم الكلام ده قبل كده مليار مرة، أنت ماشي بالتاريخ، أنت تحمل التاريخ وأنت ماشي، مش بس جوه جلدك أو في ملامحك، لكن ده حتى اسمك. اسمك محمد ناصر علي عبد العظيم، أنا ما شوف عبد العظيم ده مات، تاريخ، بس أنت شايل التاريخ ده. مين فينا ما يحفظ جده الرابع مثلا؟ جدك الرابع ده أنت قتل لا ترى أصلا، ما شفتوش، تاريخ عدى لكنه موجود والحكومة بتسألك عنه. أمك تاريخ، جدتك تاريخ، ومع ذلك الحكومة بتسألك عنه. أنت ماشي بالتاريخ مش بس ملامحك. أي أم عايز تقدم لازم تقدم العلماء وتأخر الجهلة وتخلي المتخصصين في أعلى المناصب وتستبعد الجهلة، لأنه بيحصل عملية زي الراجل اللي هو تشارلز داروين ده، الانتخاب الطبيعي ده بيحصل في الأمم المحترمة، إن المتخصصين بيتصدروا، فالجهلة لوحدهم أو زي ما قالوا في الاقتصاد، العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة، يعني يرجعوا ورا. تستبعد الجهلة وأدعياء العلم ومزوري الشهادات العلمية والبرشمجية والجعرات، أي أمة. لكن الحقيقة احنا في مصر بنعمل العكس تماما، بنأسس جمهورية للجهل قولا واحدا. الليلة دي هاخدكم في رحلة مع جمهورية الجهل المطبق في مجال واحد بس، هو التعليم، عشان نثبت لكم بالأدلة أننا بنعيش حرفيا في جمهورية الجهل، في الجهل. خلينا نبدأ من نظرة جمهورية الجهل للعلوم الإنسانية اللي بتعتبر في العالم كله قاطرة التقدم والرقي والحضارة، لكن نظرة السيسي وخلابيسه هو التهوين منها وتسفيهها وحتى المسخرة أو السخرية من اللي بيدرسوها، واللي كان كلامهم تمهيد لإلغاء الفلسفة وعلم النفس والجغرافيا ولغات تانية من مناهج ثانوي، واعتبرها مجرد مواد ثانوي لا تدخل في المجموع. خلينا نشوف عبد الفتاح، إذا كان عندنا في التاريخ واحد اسمه أبو جهل، فيبدو أن التاريخ أعاد نفسه. أبو جهل اللي احنا بنتريق عليه ده حكم مصر. خد، لو في 2000 و3000 مستعدين بتبقى للمعايير دي يجي هاي عرفته هاخد جزيل وعلمه. طب ده تيجي ازاي قاعدين كلكم تدخلوا ناسكم اداب وتجاره ومع كل التقدير والكلام ده قلته قبل كده والاحترام وحقوق وكده، طب هيطلع يشتغل ايه؟ هيطلع يشتغل ايه وتقول ما بيشغلناش والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومه؟ على طول بدأوا خلابيسه على طول يغنوا نفس اللحن، وخرج علينا تامر أمين يقول الكلام ده. تعالوا بقى ناحية الإيه؟ الأدبي. مشكلة المشاكل. ليه مشكلة المشاكل؟ قولوا لي اللي الطلبة بيدرسوه في الثانوية العامة، الثانوية العامة هنا أنا قصدي أولى وتانية وتالتة ثانوي، مرحلة الثانوية العامة. قولوا لي إيه في المواد الأدبية اللي بيدرسها طلبة الثانوية العامة في المرحلة الثانوية مفيد هذه الأيام؟ هتقولوا لي كل حاجه مفيده، ماشي سيبكم بالكلام ده. انا ايه الاستفاده دلوقتي بتاع طالب الثانويه العامه انه 3 سنين يدرس تاريخ؟ هتقول لي يا نهار اسود انت مش عايز يدرس تاريخ، بلاش والنبي الشعارات دلوقتي، خلونا في اللي بياكل عيش واللي يجيب تقدم. يدرس جغرافيا ليه؟ طب ازيدكم الشعر بيت. يدرس فلسفه ومنطق ليه؟
هيعمل بيهم ايه؟ طب هو من المواد دي لما يتخرج لما يخرج يعني من الثانويه العامه ايه الاستفاده اللي هو هيستفادها بيها عند الدخول الى كليه او عند الدخول الى سوق العمل؟ هيخش مثلا لو درس فلسفه ده هيكمل اداب قسم فلسفه على عيني وراسي بس عشان يتخرج ايه؟ في عندنا وظيفه اسمها فيلسوف؟ ولا يبقى اخره ان هو يحاول يدور على شغلانه مدرس فلسفه بس؟ وكذلك اقسام التاريخ. انا حتى دلوقتي مش شايف فايده قوي لتدريس اللغات وان يبقى في جامعات بتدرس لغات. جامعه كامله 3 سنين بيدرسوا انجليزي وفرنساوي وعربي في المدرسه، ثم في كليات بقى كليه اداب قسم انجليزي وكليه اداب قسم فرنساوي وفي كليه الالسن كليه اللغات كلها. يا جماعه اللغه دلوقتي بتدرس في شهرين على النت. واحد ياخد كورس شهرين على النت خلاص بقى كيف تتحدث الانجليزيه في شهرين؟ كيف تتحدث الايطاليه في 3 اشهر؟ كيف تتحدث اليابانيه والصينيه اصعب اللغات في 6 اشهر؟ كورس على النت وشكرا. انا بيعجبني فيه ان هو واثق قوي باللي بيقوله. يعني انا اتمنى ربع بجحته والله. ده دمر كل حاجه، التاريخ وعلم النفس والفلسفه واللغات، حتى اللغات قال لك تدرسها شهرين فتطلع تقول there are 20 discs in the class والحاجات دي. والله انما ايه الثقه دي؟ مع اني الحقيقه انا متهيألي كانت لو كان سمع الكلام ده، انت تعرف ياد ان لولا كانت ما كانش العالم اتقدم اصلا. انت تعرف ان دراسه علم النفس والفلسفه مش بتطلع فيلسوف، بتطلع واحد عكسك، واحد بيعرف يفكر. انت مشكلتك يا تامر ان انت، انا مش هتكلم عشان لو كلمت اقبح ولو قبحت مش هشتغل تاني، مع ان دراسه الحاجات دي زي الجغرافيا اللي لغيتها من اولى ثانوي مهمه جدا. في فرع واحد بس اسمه الجغرافيا السياسيه واهميه الحدود والامن القومي يكفي لوحده لجعلها اولويه من اولويات التعليم في مصر. الكاتب الصحفي محمد فهيم كتب يرد على الجهل ده يقول، نسمعه بقى. لم اشك لحظه ان وراء تغييرات الثانويه العامه امورا لا نعرفها ستبين مع الايام، ولكن ان تقلل من قيمه الجغرافيا والفلسفه والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع فانت تريد جيلا ابلها لا يفكر ولا يتامل ولا يقرا ولا يعمل العقل في هذا الكون. يكفي في الجغرافيا فرع الجغرافيا السياسيه ما يعني الحدود والصراعات واطماع الدول والامن القومي، ولا انت عايز جيل لا يعرف حدود وطن؟ قللت من قيمه اللغه الاجنبيه الثانيه، فرنساوي ايطالي اسباني الماني، ولكن تعرف ولم تكتفي بالحشيش والبانجو والترامادول. تقصد ايه بالترامادول يا ولا؟ ولو مش عاجبك محمد فهيم، ايه رايك في الدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائيه اللي خد باله من لقطه حلوه قوي من ابدع اللقطات اللي اتقالت تعليق على الموضوع ده؟ تعرفين انه من ايام مبارك لما مبارك يستقبل رئيس دوله بيبقوا قاعدين وراهم خريطه القطر المصري. لو جبت الصوره يبقى كتر خيرك والنبي يا بيبو، عشان الناس في بعض الناس مش متخيله اللي احنا بنقول عليه ده او اللي بيقول عليه الدكتور نادر نور الدين. في سجاده ورا كده او قماش عليها مطبوع خريطه مصر مكتوب عليها خريطه القطر. والقطر دي من ايام الوحده مع سوريا، ايام ما كنا جيم ميم عين الجمهوريه جيم عين ميم سوري الجمهوريه العربيه المتحده. فمن ايامها وكلمه القطر المصري على اساس ان في قطر سوري وحاجات دي يعني. في خريطه بقى بتبقى وراهم كده خريطه القطر المصري. الدكتور نادر نور الدين لقى لقطه حلوه في القصه دي، قال ايه بقى عشان عبال ما يدور لي على الخريطه؟ اتفضل. قال يبقى نشيل خريطه القطر المصري الموجوده في قاعه الاستقبال في رئاسه الجمهوريه وبيستقبل الرئيس امامها كل ضيوف مصر، ونضع مكانها خلفيه فيها جهاز كمبيوتر والذرات والكترونات بلا جغرافيا بلا تاريخ بلا وجع قلب ولا اتفاقيات تاريخيه للنيل وللحدود ولا حقوقيين يدافعوا عن حقوق مصر في النيل ويستعيدوا طابه، ولا حد يفتخر بتاريخ الفراعنه
ولا شاعر يكتب كان نهار الدنيا ما طلعش وهنا عز النهار، لأنه حضارة الفراعنة قامت على البرمجيات والذرة والنووي والفيزياء، ولا سافروا ولا تاجروا عبر السفن بالجغرافيا. هي فعلا لقطة صح اهو، القطر المصري. نشيل بقى دي ونحط زي ما قال الراجل، نحط بقى شاشة كمبيوتر وراهم. والله هي كلمة القطر. نحط بقى شاشة كمبيوتر وراهم وذرات وإلكترونيات وحاجات كده، او صورة تامر امين. ولو مش عاجبك خالص يعني، فايه رايك الليبرالية وبالعلوم الإنسانية التي تعطينا النتائج التي تجعل قلوبنا تغني. ده مؤسس أو أحد مؤسسين شركة أبل. ها؟ أظن مفيش تكنولوجيا بعد كده. أظن يعني لو خدنا القارب ونزلنا بحر التكنولوجيا مش هنجيب الراجل ده أصلا. صح ولا أنا ولا أنت يا تامر يا أمين يعني بقت عبد برياله؟ لا، ده ستيف جوبز. العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية حضرات حتى اسمها. طب سيبك من ستيف جوبز، خلينا في الرجل العبقري بقى ألبرت أينشتاين، اللي قال إن لولا الدراسات الفلسفية للفيلسوف ديفيد هيوم ما كانش طلعت أنا بنظرية النسبية. آدي ده بقى العبقري ده. من المحتمل جدا إن لم أكن لأتوصل النظرية النسبية لولا الدراسات الفلسفية للفيلسوف ديفيد هيوم. يا تامر، انت لو اداس عليك في التعليم شوية صغيرين كان ممكن تبقى حمار. كان ممكن، بس المشكلة انه ما اهتموش بالتعليم معك شوية. خليني ازيدك من الشعر بيت، احلى بيت من ده، احلى بيت. الدراسات الاجتماعية او الدراسة الجميلة عن اهمية العلوم الانسانية والاجتماعية في حياة البشر نشرتها صفحة ما تصدقش، وجمعت فيها عدة دراسات بريطانية وأمريكية حديثة على فكرة عن الموضوع ده. فمثلا بتتكلم عن أهمية دراسة النوع ده من العلوم للبشر. خلينا نشوف الجراف كده يوصلنا لإيه. ده صفحة ما تصدقش. المصادر حضرتك جامعة أكسفورد، ما تصدقش، معهد اسمه بص مفيدة للبشرية، أمهاري وملهاش لازمة، العلوم الإنسانية والاجتماعية. أهميتها إيه بقى؟ ما أهمية دراسة التاريخ والجغرافيا والمنطق وعلم النفس البشرية؟ الدراسات أثبتت أهميتها للإنسان والمجتمع والعلاقات الدولية وحل مشاكل العالم. تتبعت الدراسة مسارات 9000 خريج من أقسام العلوم الإنسانية بالجامعة. عينة الدراسة كانت لخريج الجامعة ما بين 2019 يعني 19 سنة. الدراسة أثبتت أن دراسة العلوم الإنسانية أفادت الطلاب بشكل ملحوظ، بالتحديد في تطوير قدرتهم على التكيف مع أسواق العمل المتغيرة أوسع في المجتمع. كثير من هؤلاء الخريجين ساهموا في حل قضايا رئيسية تواجه البشرية، مثل معالجة التلاعب في وسائل التواصل الاجتماعي وتغيير المناخ وحل مشاكل احتياجات الطاقة والآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. وبعدين نشرت دراسة تانية يا تمور لأكبر معهد للتكنولوجيا في أمريكا، واللي زيه زي غيره بيدرس علوم إنسانية واجتماعية، بيعتبرها أن دي أساس التطور والإبداع، وده نفس اللي بتعمله شركات التكنولوجيا الكبرى. خش على الجراف ده طمور. معاهد التكنولوجيا نموذجا تنمي دراسة العلوم الإنسانية الحس النقدي والإبداعي، لذلك يتم تدريسها في الجامعات التكنولوجية المتخصصة وشركات التكنولوجيا. المعهد ده ماساتشوستس ده للتكنولوجيا MIT في موقع الرسمي بيقر بكده. وفق الموقع الرسمي للمعهد فإن العمل الإنسانية ضرورية ليس فقط لتثقيف المهندسين والعلماء والباحثين، لكن لدعم الإبداع. فحل مشاكل العالم يحتاج إلى جانب المعرفة والمهارات التقنية المتقدمة، يحتاج إلى التفكير العميق. فمشاكل العالم لا تقتصر على المختبر، فتحديات العالم هي تحديات إنسانية، من التقاليد الثقافية للتوترات السياسية. لذا فإن طلابنا يحتاجون أيضا إلى فهم عميق للتعقيدات البشرية. الشركات التكنولوجية توظف علماء اجتماع لفهم احتياجات مستهلكيهم وتحديد سلوكهم. خليك بقى مع السطر اللي تحت ده. الشركات التكنولوجية توظف
علماء اجتماع لفهم احتياجات مستهلكهم. في دراسة يا تمور صدرت يعني في أوائل التسعينات اسمها، هو كاتبها الدكتور رمضان بسطويسي، كانت رسالة الدكتوراه بتاعته، اسمها مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا. هي عندي الدراسة دي، هو طبعها كتاب وللأسف يعني لم ينتشر الكتاب. وبيتكلم الدكتور رمضان بسطويسي في الدراسة دي عن إزاي إن شركات العطور وشركات المستحضرات التجميل وشركات العناية بالبشرة وشركات الإعلانات بتوظف علماء نفس عندها عشان يعملوا دراسات إزاي يوزعوا من المنتج بتاعهم على البشرية. ما هو تمور لما بيعملوا مثلا مزيل علق أو كحل أو أحمر شفايف أو كريم شعر، أي حاجة عناية بالبشرة، المنتج ده ممكن ما يتوزعش. علماء النفس مهمتهم بقى إنهم يحطوا النقط المهمة عشان المنتج يتوزع. الدكتور رمضان في الدراسة دي بيدين القصة دي وبيقول إزاي إن الشركات الأوفرسيز أو العابرة القارات دي استخدمت العلم في ترويج منتجاتها. بيدين ده يعني، مش بيحبه يعني، لكن بيدينه. إنما هو أول واحد لفت نظرنا أو لازر جيلي على أنه شركات المستحضرات التجميل وأيضا شركات المشروبات زي القهوة والنسكافيه والحاجات دي إزاي بيستخدموا علماء نفس عشان يتم الترويج للسلعة. لأن علماء النفس هم أقوى الناس دراسة للشرائح البشرية والأمزجة الناس. إنما الراجل اللي بيعمل القهوة ده أو بيخترعها أو بيتركب التركيبة دي ملوش علاقة، هو عمل كريم للشعر ملوش علاقة. بقى بيجي ناس تانية تقول إزاي نلعب على الناس عشان تقبل المنتج ده. الحكاية دي من التسعينات، تخيل يا دي تمور. يعني دراسات علوم الإنسانية مهمة حتى في الشركات الكبيرة بتاعت مستحضرات التجميل. أيوة، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجا، دكتور آية 93. أنا الكتاب ده عندي، وأنا عايز أقول للدكتور رمضان بسطويس اللي ما عرفش هو فين دلوقتي، الكتاب ده أنا جبته أو يعني أخدته سنة 93 بالظبط، واستمتعت بيه استمتاع يا دكتور فوق تصورك. أنا بشكرك عليه جدا، صدق إنك حببتني في مدرسة فرانكفورت جدا. ومدرسة فرانكفورت داد يا تمور، دول أربعة يهود كانوا عاملين يقعدوا على قهوة ماركس في ألمانيا، ولما قامت الحرب هربوا وراحوا أمريكا وأسسوا المدرسة دي. ودي مدرسة مهمة جدا في الفكر البشري. طبعا انت مالكش دعوه بيها، انت اخرك الزرايب والقعده في الكافيه بتاع المهندسين تقعد تلعب طاوله. اخيرا ضربت الدراسه نموذج مصري عن اهميه الدراسه، دراسه التاريخ والجغرافيا في حياتنا، وازاي تم الاستعانه بدكاتره الجغرافيا والتاريخ في ارجاع حق مصر في طابا. فاكر يا تمور؟ فاكر اللجنه اللي كان فيها مفيد شهاب بتاع طابا؟ ما تعرفهاش، انت كنت وقتها برضو شحط كبير. يعني ازاي بقى ان اللجنه دي كانت مهمه في ارجاع حق مصر؟ ده غير اهميه الفلسفه اللي ابرز علماء المسلمين فيها ابن الهيثم والخوارزمي وغيره، كانوا فلاسفه وكانوا ايضا اساتذه في العلوم الانسانيه والاجتماعيه وكانوا ايضا مخترعين. ليه دول كانوا كل شيء يا تمور؟ لماذا يا تمور؟ لماذا يا تمور؟ هو ده السؤال يا تامر. ليه وقفت عند التصريح ده؟ ليه ارتضيت بانك تكون عبد ذليل لعبد الفتاح السيسي؟ على اي حال انت بتردد كلام واحد اجهل منك، لكن ما علينا. يعني خلينا نقول انه لولا دراسات كانت ربما كان اسحاق نيوتن لن يصل الى القوانين بتاعته. ادي الدراسه بتقول اهو، توجد اهميه كبيره يلعبها متخصصون الجغرافيا والتاريخ في حياتنا. على سبيل المثال اللجنة المصرية لاستعادة طابة كانت تضم إلى جانب العسكريين والقانون والدبلوماسيين وهم دارسون جيدا للتاريخ والجغرافيا والصراع العربي الإسرائيلي. كانت تضم اللجنة أيضا متخصصين في الجغرافيا والتاريخ زي الدكتور يوسف أبو الحجاج إبراهيم أستاذ الجغرافيا بجامعة عين شمس، وأستاذ دكتور يونان لبيب رز المؤرخ الشهير وأستاذ التاريخ الحديث، وكان فيهم حقوقيين زي الراجل الدكتور فرج ده بتاع حزب الوفد، وكان لهم دور أساسي في التوثيق التاريخي والجغرافي لحقيقة مصر في طابة. أما الفلسفة فمعظم الأفكار العلمية مستوحاة من الفلسفة،
فالخوارزمي وابن سينا والرازي على نبوغهم في الطب والرياضيات كانوا فلاسفة. أنا عايزك يا تمور بعد ما تصلي على سيدك النبي كده تمسك كتابين وتشوف الفرق بينهم إيه، والاتنين اشتغلوا نفس المنصب. امسك كتاب مذكرات عمرو موسى، وامسك نفس في نفس الوقت برضو مذكرات الجدع اللي موجود دلوقتي الفقي. عمرو موسى كان وزير خارجية وكان أمين عام جامعة الدول العربية، مصطفى الفقي اديك شايف. امسك بقى جنبهم كتاب اسمه النظام العالمي الجديد لواحد اسمه هنري كيسنجر، كان وزير خارجية أمريكا. لما تمسك كتاب هنري كيسنجر ده، أنا بقول لك كتاب واحد بس، النظام العالمي الجديد، هتلاقي الكتاب كله عبارة عن دراسة تاريخية قيمة لتاريخ العالم بما فيهم الإسلام بما فيهم سيدنا محمد. بلاش دي. نفسه هنري كيسنجر عنده كتاب اسمه تاريخ الدبلوماسية من ثلاث أجزاء أو جزئين تقريبا، دراسة كاملة تاريخية. عبارة الكتاب ده تامر عشان تعرف مين هو هنري كيسنجر وإيه الفرق بين هنري كيسنجر وبدر عبد العاطي وزير خارجية مصر. بكلمك بجد عشان تتعلم إيه الفرق بين وزير اتعلم بجد ووزير كان بيسرق سجاد، عشان تعرف إيه الفرق بين مصطفى الفقي وهنري كيسنجر. لما تقرأ كتاب النظام العالمي الجديد هو عبارة عن تاريخ العالم كله بما فيهم الإسلام والجزيرة العربية وكل التاريخ العربي، كل تاريخ العالم. اقرأ له بقى تاريخ الدبلوماسية، وتقريبا جزئين أو ثلاثة جزئين تقريبا. تاريخ الدبلوماسية عبارة عن تاريخ كل الاتفاقيات الدبلوماسية. ده الفرق بين واحد اتعلم وواحد متهم بسرق السجاد، أو واحد زي أبو دورين اللي كان قبله ده اسمه إيه. يا تامر التعليم لما بقى جيد بيخرج ناس جيدة جدا. أيوة، من الحرب الباردة حتى يومنا هذا. هنري كيسنجر. حاجة بقى يا تمور، يالا حاجة مش عايز أقول لك لوز العنب. أنا متهيألي لازم كليات عندنا يدرسوا الكتاب ده، لأنه كتاب مهم جدا. هو كل جزء قد كده صحيح، بس حاجة عالم يا ولا، عالم الناس تتصرف عليها. عايز أقول لك إن رؤساء أمريكا، اسأل كده نفسك يا ولا تمور، كلينتون كان دارس إيه؟ معلش يا حبيبي اتعب وشوفنا، كان دارس ذرة وبرمجة؟ اتعب كده وشوف باراك أوباما كان دارس إيه؟ ودول رؤساء أمريكا، إمبراطورية العالم. معلش اتعب كده، هو كان في هارفارد كلينتون ومراته كانت في هارفارد. اتعب كده وشوف أوباما كان دارس إيه؟ حضرات الحكاية بسيطة قوي. النموذج الثاني لجمهورية الجهل هو نموذج تصدير الجهلة، زي وزير التعليم اللي مزور الدكتوراه نعمة شفيق واستقالت امبارح، حيث درس العلوم السياسية وبعدها انتقل يعني ما درس ولا تكنولوجيا وبرمجة، انتقل إلى جامعة هارفارد المرموقة. ده مين؟ ده كلينتون؟ ده أوباما. ده أوباما. هات بقى كلينتون لدراسة القانون، يعني أوباما درس قانون ودرس علوم سياسية، اتخرج إيه؟ سياسي. ده حكم الولايات المتحدة الأمريكية ودورتين. خش على كلينتون بقى هتلاقي أغلب رؤساء أمريكا كده، ناس درس علوم سياسية قانون حاجات من دي. يعني يا دي يا تمور، عارف انت لما تمسك كبرت ليه كده يا كلينتون؟ ده انت كنت زي القمر ماشي. بيل كلينتون بيقول توفى ابوه قبل كذا، التحق بجامعه جورج تاون فحصل منها على درجه البكالوريوس في العلاقات الدوليه، ثم التحق بجامعه بيل لدراسه القانون. ايه رايك؟ دول بقى حكموا امريكا، حكموا الامبراطوريه. انت عارف يا ولا لما تمسك الدولار، في واحد على الدولار اسمه فرانكلين، ده ولا دارس بقى ولا اي حاجه ولا بتاع، بس ده عمل البشريه، عمل لها عمله فظيعه جدا، عمل لنا حاجه كده تقينا ضرب الرعد. تخيل الرعد اللي
بيحصل في السماء ده؟ قال لك الرعد هو عبارة عن شحنات كهربية سالبة وموجبة بتخبط في بعض بس. طب نخيها ازاي؟ هو ده، هو الراجل ده، هو ده، هي دي ميزة التاريخ يا طمور، انك تعرف تجارب من سبقوك. النموذج الثاني لجمهورية الجهل هو نموذج تصدير الجهلة، زي وزير التعليم قلت لك اللي مزور شهادات وبياخد قرارات طبعا هو مش واخدها عشوائية. لازلت مصر ان ده مخطط مقصود لهدم مصر، عشان كده أنا أرفض تحميل وزير التعليم القرارات دي. دي قرارات يا حضرات بتاع السيسي، دي قرارات بتاعة السيسي مش بتاعة وزير. الراجل عنده أزمة مدرسين فيلغي مواد دراسية بالكامل. خلينا نشوف الكوميكس ده بيقول إيه بقى. لو عندك عجز 500 ألف مدرس تعمل إيه؟ تزود مدرسين. غشيم، إحنا نحذف المواد من غير ما يدرس أبعاد إلغاء المواد دي على بناء الشخصية وبناء العقلية بتاعت الشباب. إحنا مشكلتنا تمور في مصر وفي الوطن العربي إن تعليمنا زفت، تعليمنا أبيح وقليل أدب، تعليمنا ما بيربيش شخصية نقدية قادرة على الحوار والنقاش، تعليمنا ما بيربيش شخصية قادرة على إدارة مشاكلها، تعليمنا احفظ كب نجحت، وده مش التعليم. بيحكي لي يا طمور أستاذي في معهد النقد الأدبي في أكاديمية الفنون، ما هو أنا درست بعد فنون جميلة نقد في معهد النقد، بيحكي لنا الدكتور نبيل راغب ربنا يديله الصحة لو عايش، بيحكي لنا أول مرة راح يجيب إنجلترا، راح إنجلترا يعمل رسالة دكتوراه عن الأدب عن شكسبير، وإزاي البروفيسير قعد هم ستة بس، وإزاي البروفيسير فتح وقعد يسمعهم. ففي واد هندي قعد يخبط في شكسبير ويقول معلومات غلط، فبيقول الدكتور نبيل راغب قعدت وشي حمر وبقيت عايز اتكلم بس مش قادر، ما عنديش شجاعه. بعد ما خلص البروفيسور لما شنطته خرج، جري نبيل راغب عليه وقال له بروفيسور الشاب اللي كان بيتكلم عن شكسبير ده بيتكلم غلط، ده قال معلومات غلط. الراجل بص له وقال له طب ما قلتش ليه ده وانت قاعد؟ قال عرفت ساعتها مساوئ التعليم في مصر، انها بتربي شخصيه حقيره، شخصيه عبد، مش شخصية ناقد يرد على حد بمنتهى الأدب يعرف يعالج مشاكله. احنا عندنا مشكلة يا تمور ان التعليم الدكتور نبيل راغب اهو ربنا يديله الصحة يا رب، ده أستاذنا العظيم ده، يعني برضو لحم كتاف لحم دماغنا من خيره. الراجل ده علمنا يعني ايه ناقد، والراجل ده له كتب كتير جدا يا تمور بس كلها علوم إنسانية. احنا مشكلتنا دي يا حضرات ان بدل ما الغاء المواد اللي بتعمل على بناء الشخصيه والتفكير النقدي، بناء شخصيه تعرف تحل مشاكل، اهميه المواد دي شرحناها قبل كده، لكن انت الغي المواد من غير ما تدرس ابعاد القرارات دي على الاف البيوت. في مدرسين ناموا وصحيوا لقوا نفسهم في الشارع، الاف البيوت. تخيل، تخيل المدرس اللي الاستاذ نجيب محفوظ قال عنه في بين القصرين عايز تطلع يا كمال، قال له تخش مدرسة الحقوق يا ولد، قال له لا يا بابا أنا عايز أخش مدرسة المعلمين، قال له مدرسة المعلمين تطلع يا خوجة، قال له بابا شوقي بيه بيقول قم للمعلم ووفيت تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. قالت له عليه الصلاة والسلام يا ابني المدرس ده بعد سنوات من الدراسة لقى نفسه في الشارع. اسمع كده يا طمور. انا عايز افهم حاجه بس، انتوا ليه بتفاجئونا بجد؟ والله انتوا ليه بتفاجئونا يا جماعه؟ يعني دلوقتي انتوا لغيتوا مواد الفلسفه وعلم النفس، وانا شغال في الفلسفه وعلم النفس، انا هعمل، انا بجري على يتامى دلوقتي، انا كنت ظابط حياه، انا كنت بيه ابن بيه، والله العظيم كنت بيه ابن بيه، هعمل ايه؟ انا ماشي بدور على شغل في الشارع، انا نازل من بيتنا ورايح اقعد كفر عبده من كتر الفلوس اللي انا كنت برتب ان هي جايالي، اعمل ايه دلوقتي؟ يعني يا جماعه حد يرد عليا، والله انا في بتاع ورده اخش اسال على شغل، انا اتشربت، انت شربت الناس بالهبل، ده نادر جورج كان معاه تيم 60 نفر دول هيتلموا عليه دلوقتي. طب ايه؟ انا مش عارف، انا والله ما عارف اعمل ايه، مش هبقى شغاله فيزياء ولا شغاله تاريخ، حد يشوف الصال يا لهوي، والله العظيم منك لا منك لله على التشريده اللي انت شربتها لي دي، اعمل ايه؟ اروح اشكي لمين انا ولا احكي لمين؟ بجد والله العظيم اشكي لمين انا ولا احكي لمين؟ اعمل ايه؟ اهبب ايه؟ بص قدامك يا عم، اعمل ايه انا دلوقتي؟ صايم، عندك شغل قدام ابويا؟ ربنا يرزقك يا ابني. احيي
لغه فرنسيه، مش عارفه اقول سابقا ولا حاليا يعني مش متاكده من الموضوع. انا جبت مجموع، انا جبت مجموع فوق 90%، تمام؟ فدخلت تربيه، تمام؟ وتربيه دي يعني كليتكم لا حلوه كده. انا كنت باخد كورسات، انا كنت بجري ولا الكورسات بقى، قلت لا ده انا احسن النطق وابين قد ايه ان انا اتولدت عشان اكون في المجال ده. ماشي، نفكنا بتعيين عشان نتعين. طيب لا مفيش تعيين. طب اوكي، المذيع الجميل اللي طلع قال لك اصلا اللغه الثانيه دي والله ما ليها لازمه انك تدرسوها، شهرين كورس وهتبقى قمر. والله يعني انا درست 4 سنين كنت باخد كلمات وقواعد، ما كنتش بدرس سياسه الدوله، ما كنتش بدرس اقتصادها يا شيخ. ده احنا افلامها كنا بندرسها، في منا سافر هناك وفي منا كمل دراسات عليا. ده كل دول بقدرة قادر بقرار واحد تمسحهم كده. لا مش هقول حاجة اكتر من كده، مش هقول حاجة. مش عارف اقول ايه في البداية بصراحة، بس اكيد كلكم قريتوا الاخبار. يعني خلاص اللغة الفرنسية ما بقتش مادة مضافة للمجموع على اولى وثانية وثالثة ثانوي، يعني بمعنى اصح خلاص ما فيش فرنساوي تاني في الثانوية العامة. انا مش هعلق على اي قرار حصل، اي حاجات قالت انا مش هعلق عليها خالص. بس انا كواحد درست 3 سنين ثانوي، جبت مجموع ثانوية عامة 95%، ما التنسيق ما وفقنيش، دخلت تربية، دخلت تربية فرنساوي عامة، تربية طنط. بعد دراستي في الكلية دي دلوقتي انا خلاص درست في الكلية اهو، بدأت ان انا ادرس والحمد لله وربنا كرمني ووقفت على رجلي وبقيت مدرس، تمام؟ طبعا ما فيش شيء، حوار التعيينات ده معروف انه خلاص هو حلك الوحيد دروس خصوصية. طب انا كواحد دلوقتي انت لغيتها لي، انا مصدر رزقي منين؟ مصدر دخلي منين؟ دي حاجة انا عايز اعرفها اولا. يعني انا بدأت خالص كنت عادي بشوف الدنيا تمشي معايا ولا لا، الحمد لله ربنا كرمني ووقفت على رجلي. كنت في مكان حصل ظروف يعني الحمد لله، كنت في مكان وطلعت لقيت المفروض ان انا افتح مكان لوحدي. يعني طبعا مكان لوحدي يعني توضيبات وتجهيزات، يعني الدنيا وكراسي وسبوره ومراوح ونور وايجار وتامين والحاجات دي كلها. طب انت مره واحده كل ده اتاخد مني، كل ده اتاخد مني مره واحده، ده غير الحجوزات والناس اللي دفعت والكلام ده كله. انا مصيري ايه دلوقتي بعد كل التعب السنين اللي فاتت دي، سواء كليه او ثانويه عامه وكل ده في لحظه اتاخد من قصاد عيني؟ انا خلاص عماله ارسم طموحات وحاجات واحلام في قدامي، عايزه ابقى زي الناس اللي في سني عايشه حياتها. انا اسمي مسيو ماجد سامي، مدرس وسوبرفايزر فرنسي، متخرج من سنه 1989 كليه التربيه قسم فرنساوي، وقبل كده كنت في مدرسه فرنسي طول 14 سنه كولاج دو لاسال. كل ده طبعا ادى ان احب اللغه الفرنسيه وابتدي ادرس الماده، وعلشان احنا بنبقى مستوانا بيبقى عالي بالنسبه للمدارس دي، فانا ابتدينا ثانويه عامه من واحنا صغيرين، فانا مدرس ثانويه عامة من ساعة ما اشتغلت، يعني داخلين في 30 سنة تقريبا مدرس لغة فرنسية. قرار النهاردة قرار صادم ان اللغة التانية تتلغي ايا كان، هي فرنساوي ايطالي الماني، بس عشان احنا بنتكلم على شغلتي ان انا مدرس فرنسي فده قرار صادم. طبيعي وهي كانت مادة مهمة، كان بالطالب يعتمد عليها ان هو يقدر يجيب مجموع، لانه احنا ما كناش بنقول نجاح بس، احنا كنا بنقول تقفيل، وهي مادة لذيذة وحلوة وسهلة وسهلة الفهم. يعني التأثير ده التأثير النفسي ان انا خلاص المادة خارج المجموع. التأثير المادي ان برضو انا كنت بعتمد على اني بدي في ثالثة ثانوي، الطالب كان بيجي لي على حسب السمعة والشرح، والطبيعي في ثالثة ثانوي الطالب لا يجبر على مدرس لكنه بيروح للمدرسين اللي هو شايفهم ايا كان، كنت انا او زملاتي. طبعا هتاثر ماديا جدا لان ده شغلتي الاساسيه، لان انا مش هقدر انزل تاني ادي اعدادي ولا ابتدائي، لان شغلتي الاساسيه ثالثه ثانوي، فده لود نفسي ولود مادي في جره ألم. نشوف بقى البوستات كده بتاعت برضو المدرسين. ادي مدرس يعز عليا والله وقفه السبوره وشرحي وصوتي
مدرس جيولوجيا يودع طلابه بكلمات مؤثرة. يعز علي والله وقفة السبورة وشرح وصوتي اللي كان بيروح، وقفتي بعد كل حصة وتعبي وسهري ومجهودي في سبيل أن أقدم شيء له قيمة. يعز علي فراق الناس، لكن أمر الله الحمد لله. رعيت الله فيكم رسالة لطلابي بكل الأجيال. يعلم الله كم تفانيت في عملي من أجلكم وكم رعيت الله فيكم، وليسامحني أي شخص إن شعر بشيء أغضبه مني دون قصد، وسأظل فخور بكم. ها قد رحلت ولكن أتمنى أن يبقى الأثر. رسالة مؤثرة من أشهر معلم جيولوجيا بالأقصر بعد إلغاء تدريسها للثانوية. قررت أنا مس إسراء عبد الناصر مدرسة فرنساوي سابقا العمل في السوشيال ميديا، وهفتح لايف على التيك توك وأقول كبسوا كبسوا. أرجو منكم أن تساندوني بإرسال أسد على التيك توك بعد قرار الوزارة بإلغاء الفرنساوي. ورينا مس إسراء عبد الناصر كده، يا حول الله. بل حتى من غير ما يدرس تبعات الكلام ده، دول بالنسبة للمدرسين، إنما ما درس حتى تبعات الكلام ده على التعليم الجامعي وسوق العمل. يا حضرات، دول مدرسين اندمروا، لكن في كليات بقى بتدرس التخصصات دي خلاص بخ. يعني كليات كتير بدكاترتها بطلابها بخريجيها مصيرهم بقى مجهول. ايه بقى الكليات دي؟ شوف كده رسالة بس بسيطة للسيد وزير التربية والتعليم. يعني انت قراراتك دي خدتها بناء على ايه؟ يعني هل مثلا حد اداك دراسة؟ هل انت عرفت الشعب ده ناقصه ايه؟ عايز ايه؟ انت لسه ماسك بالك يومين حياتك دلوقتي. انا مش معترض على حصل المدرسين، يعني رد ده قضاء الله، وانتوا تقريبا كلكم قضاء واتكتب علينا وحسب الله ونعم الوكيل. بس هو سؤال بس بسيط، يعني طلاب تربية علم نفس، تربية فلسفة، وتربية جغرافيا، الطلاب دول بقى بياخدوا اقسام مواد سلوكية عشان يطلعوا يدرسوا. انت حضرتك فاهمني، يعني دول بتوع تربيه دول ما لهمش غير شغلانه التدريس. حضرتك دلوقتي لما لغيت مثلا ماده زي الفلسفه وعلم النفس واللغه الثانيه، طبعا طلاب بقى تربيه اللي هم تربيه فرنساوي، تربيه علم نفس، تربيه فلسفه، المفروض دول يشتغلوا ايه؟ حسب الله نعم الوكيل فيكم، والله بتخلونا خلاص نطفش منها والله ما عايز. ده بالنسبه بقى للطلبه دلوقتي اللي هم هيتخرجوا. خد بقى بالنسبه لاساتذه كليات التخصصات دي، مش في تخصصات في الكليات؟ هيروحوا فين؟ هديك مثال مستقبل. انت قفلت الاقسام دي في الكليات دي، وده اللي السيسي طلبه، نلغي الكليات دي، كليه اداب وتربيه والسن كل الجامعات. خد نموذج كليه اداب جامعه القاهره، فيها اقسام موجوده زي اللغه العربي، تاريخ، لغه انجليزي، لكن في بقى اقسام تانيه زي اللغه الفرنسي، الالماني، الدراما والنقد، الاثار، الجغرافيا، علم النفس، قسم الاجتماع، قسم الفلسفة، لغة أسباني، قسم الحضارة الأوروبية، لغة صيني، لغة إيطالي، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات، اللغة الروسي، ياباني، لغات شرقية، دراسات يونانية ولاتيني، كل ده مع السلامة. الأقسام دي بدكاترتها، انسى بقى الطلبة، الطلبة دول لسه دول في ريعان الشباب، يروح يشتغل في الفاعل، يشتغل يبيع مناديل في إشارة مرور. إنما واحد دكتور أستاذ مخضرم في القسم ده، رئيس قسم الفلسفة مثلا وعلم النفس، بروفيسور فرنساوي، والدكتور جه أستاذ في اللغة اللاتيني، أستاذ في اللغة الشرقية، أستاذ دكتور في الجغرافيا، ده يروح يشتغل ايه؟ راجل سنه حرج انه يطلع يشتغل اي حاجه، يروح يشتغل ايه؟ يجيب موتوسيكل ويشتغل دليفري؟ يفتح محل فطاير؟ يعمل ايه طيب؟ طب الستات عندها ازواج ممكن يصرفوا عليها؟ ممكن. انما الدكاتره يعملوا ايه؟ طبعا بتكلم برضو على الستات والرجاله، يعني يعملوا ايه؟ انا السؤال بقى عندي في القصه دي، الدكاتره فين؟ ساكتين ليه؟
طب المدرسين طلعوا اتكلموا، دكاترة التخصصات اللي تم إعدامها دي، وهذاك متخيل أنت تقريبا كلها سنة وممكن السنة الجاية يتقالك هذاك بقى رايح جاي، الدكتور جه والدكتور جه والدكتور راح والدكاترة بتشرف، أصح حالتك عدم. وبتاخد تقريبا 6 جنيه على اشراف على الدكتوراه والحاجات دي، ماشي، بس في الاخر برضو انت القسم اللي انت رايحه كل يوم ده اتقفل. ساكتين ليه؟ ما سمعتش النهارده دكتور من الدكاتره دي طلع اتكلم. خايفين تموتوا؟ ما انتوا هتموتوا اصلا. خايف من ايه؟ ما هو حضرتك هتموت. خايف كرامتك تتبهدل وانت بتعتقل؟ طب ما هو كرامتك هتتبهدل برضو لما تروح تشتري فيسبا وتشتغل ديليفري، كرامتك هتتبهدل وتخبط على شقه يفتح لك عيل كان بيدرس عندك. ما انت كرامتك برضه هتتبهدل. تشتغل ايه، مكوجي ولا تشتغل ديليفري في سوبر ماركت؟ ما هي برضه كرامتك هتتبهدل. جمهوريه الجهل يا حضرات هي مش جمهوريه عشوائيه، دي جمهوريه السيسي اللي بيتعمد تجهيل الشعب ده. شايف التعليم ملوش لازمه، هو قال كده. التعليم يعمل ايه في وطن ضايع؟ ينفع التعليم في الشات؟ هو اللي قال كده اهو. كانت لدولة قالت لا، انا هعمل طبقة متعلمة تعليم راقي جدا وباقي المجتمع مش مهم، والطبقة دي هي اللي تقود المجتمع وتاخده لقدام، والباقي خلاص هي لما تقود هتبقى تقدر تعمل نهضة، والنهضة تجيب قدرة، والقدرة أقدر أوظفها بعد كده لبقية الناس. أقدر أعمل كده في مصر ولا لأ؟ تعمل إيه؟ افرض 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 مثلا مثلا يعني زي حسن الله زي اسمه إيه ده حكيم، افرض إن أنت واحد متعلم والجهلة وبقية الشعب جهلة، هيقودهم إزاي ما هم جهلة؟ تفرض ايه؟ انت بتعمل ايه؟ تفرض ايه؟ ما هي مش هينفع. لما محمد علي ساب لسيف الكولونيل دي سيف اللي بقى سليمان باشا الفرنساوي ساب له يكون الجيش المصري، الراجل طلع تربنتين اهله من الجهل. لما كلود بي جاي علمنا الطب، الراجل طلعت مصارينه من الجهلة. يقود ازاي يعني؟ افرض ان واحد متعلم جدا رحت مسلمه بهايم، هيقودهم ازاي يعني؟ هي دي خطته. التعليم يبقى حكر على مجموعة معينة، الباقي كله جهلة. هو شايف كده هتبقى نهضة، يعني شايف ان التعليم الحقيقي خطر عليه فلازم يهده. هو بيقول كده، اسمع كده. التعليم الحقيقي هيطلع شخصية صعب السيطرة عليها بالوسائل الحديثة. التعليم الحالي هو تعليم مسار واحد، تتلقى تسمع الكلام وخلاص على كده. شايف؟ شفت الخطة؟ اسمعها تاني عشان، والكلام ده هو قاله قبل 2020 وانت سمعته، كلكم سمعتوه وسكتوا عادي جدا، وكنتوا بتاكلوا وتشربوا رايحين جامعاتكم، وكنا بنحذركم في البرامج دي من الكلام ده. أشهد الله والفيديوهات موجودة إن أنا حذرتكم من الخطة دي. أنا واحد من الناس، لأن زمايلي كتير حذروا برضو، حذرتكم من الخطة دي، لكن أنتوا استنيتوا لحد ما البيت وقع عليكم. اسمعوها تاني كده، اسمعوها تاني كده. التعليم الحقيقي هيطلع شخصية صعب السيطرة عليها بالوسائل الحديثة. التعليم الحالي هو تعليم مسار واحد، تتلقى وتسمع الكلام وخلاص على كده. عشان كده خطته كانت الفيديو اللي قبله انك تعلم مجموعه والباقي بقى ياخدوا الباقي يعني، على عكس كل مراحل الاستبداد اللي مر بيها المصريين. يعني محمد علي تاجر الدخان الالباني اول حاجه ادركها انه محتاج عقليات في وقت كان التعليم فيه في الكتاتيب والأزهر فقط. عشان كده بعت الأرسل البعثات العلمية، وعشان كده عباس حلمي الأول
ملعون في التاريخ لأنه وقف البعثات العلمية. وكل اللي بعتهم محمد علي صحيح كانوا بيخدموا الجيش، يعني مشاريعهم لخدمة الجيش، وده فشل دولته. إنما محمد علي أدرك إنه هو عايز عقليات تانية، واللي راحوا تعلموا بره جم واتفتحت المدارس في مصر، وبقى كله بيخش مدارس، أو يعني مش كله، القادر يخش مدرسة، لحد ما جاء بقى أستاذنا طه حسين يعني. إنما محمد علي أدرك إنه الشعب ده بالطريقة دي مش هينفع، مش هيمشي معايا، لازم يتعلم. عشان كده حضرات، عشان كده مظهر باشا واحد من اللي بعتهم بعثات علمية، كان هو اللي عمل القناطر الخيرية. بدأوا بقى الناس اللي اتعلمت بره تيجي تعلم الناس اللي جوه. وإذا كان التعليم خطر، وإذا كان التعليم ملوش إلا سوق العمل، فنبقى الناس حطت لك حلول كويسة جدا. في مثلا حل زي ده، قال لك يا ريت يدمجوا كليتي التجارة والآثار في كلية واحدة ويسموها كلية تجارة الآثار. في واحد بقى قال لك طب أنا عايز أسأل سؤال، إيه الفايدة من الكليات العسكرية طالما الجيش شغال في الأعمال المدنية ولم ياخد حربا في سبيل النيل أو الحدود، ليه يدرسوا علوم عسكرية طالما في الآخر هيتوظفوا في نزع رأس الجمبري؟ ده حل. إذا كان يا تمور دراسة علم النفس ما تنفعش، فدراسة العلوم العسكرية ما تنفعش، يعني احنا ما بنحاربش حد، احنا بنشغل الضباط على تنظيف السمك، مش كده يا تمور ولا ايه؟ يبقى نلغي بقى الكليات العسكرية. اللي بيحصل ده حضرات خطر حقيقي، مش هينفع في انك انت تقلش وتنكد بس، مش هينفع مع الصبر وتقعد بقى تحط ايدك على خدك وتقول يا عطارين دلوني الصبر فين اراضيه. لا 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 انسى، ولا هينفع الحل بتاع عبد الحليم، اندم لو حبيت واسيت واندم لو عمري ما حبيت. يا عم اعمل اي حاجه، ما ينفعش. لو عملت ثوره هندم، ولو ما عملت ثوره هتنيل، ما ينفعش. اللي بيحصل المره دي خطير جدا، زي ما بيقول الدكتور عمار علي حسن في مقاله الرائع مجتمع في خطر، بيقول نحن مجتمع في خطر، هذه حقيقة لا مواربة فيها، ليست هي محل شك أو ريبة أو تهوين إلا عند جاهل أو غافل أو متواطئ أو لدى ذلك الذي يربح حين يضع المصريين على حافة الهاوية ويكون هنا أشبه بتاجر الحروب أو ذلك المخلص للمبدأ النفع البغيض الذي يقول مصائب قوم عند قوم فوائده، أو أن إن خرب بيت أبوك يعني خد منه قالب، إن لهذا الخطر ألف باب وآلاف النوافذ تهب رياحه بل عاصفته من كل اتجاه تحمل معها غبارا مسموما، إنها رياح السموم الوعرة الخطرة القاتلة التي إن لم تعمي العيون وتملأ الأنوف أذى خانقا فهي تطمر الكثير من الحقائق التي نهرب منها أو نبتعد عنها جبنا وخوفا من مواجهتها. لقد تعدى الأمر عتبة الحديث عن ضعف في بنيتنا الاجتماعية أو توعكها أو مرضها أو صعوبة الخروج من ضيق الآني نحو براح الآتي إلى ما يهدد بقاؤنا أو يقينا مرضى خاملين في ركود وخمود وقعود، بل في كساح أصاب عظم المجتمع بل نفذ إلى نخاعه، إنه شيء فوق الأمراض التي ألفها المصريين زمنا طويلا، الاستبداد والفساد فتعايشوا معها وتحايلوا عليها ولم يفقدوا الأمل في الانتصار وإن تأخر والعبور وإن قامت في طريقه العثرات شوكا وجمرا وسدودا وقيودا، أو نصبت الفخاخ متاهة مصمتة لا سبيل المروخ منها إلا بجهد جهيد يصنعه وعي الرجال وتحققه عزائمهم الصلبة. الوحيد من هذا الخطر ومن جمهورية الجاهل بتاعت السيسي هو رحيل الرجل ده وأعوانه والمستفيدين منه،
ولو مش عشان خاطرنا احنا، عشان خاطر عيالنا، عشان خاطر المستقبل اللي بيتم تدمير مستقبلهم وتجريفه عن طريق تدمير تعليمهم وتدمير شخصيتهم، عشان يحقق مواطن ضايع في وطن ضايع. حضرات السادة، أنا هم كلمتين هقولهم لك. السيسي بدأ تاريخه مع المصريين بقتل المصريين، وقفت تتفرجوا. السيسي انضار بعد كده هدم بيوت المصريين، وقفت تتفرجوا.